تحت نزال فردية بين طاقات شبابية في بطولة العودة والتي تعد الأولى للاتحاد الفلسطيني للفروسية للعام 2019. يشارك في يومها الأول 78 فارسا وفارسة من النوادي الرئيسية الثلاث في القطاع، الفارس الجواد والأصدقاء، فتابعوا معنا تفاصيل هذه البطولة التي ستبدأ بعد قليل. اليوم تنطلق الجولة الأولى من بطولة الاتحاد الفلسطيني للفروسية لموسم 2019. بيتنافس 140 فارس وفارسة على مستوى قطاع غزة، بيتنافسوا على المراكز الثلاثة الأولى مقسمة على أربع فئات: فئة المتر وعشرة، فئة المتقدمين، فئة الناشئين 90 متر، فئة الأشبال فئة 70-80، فئة البراعم 60 سنتيمتر. مشاركة اليوم بهاي البطولة هي بتمهدني أني أنا أكون بمثل فلسطين، وبتمهدني كمان أني أتحدى بطولات تانية وترجع لي ثقتي وما أتوتر في أي بطولة حواجهها. وهيك بطولات بتخلي الفارس يوثق من حاله، بتدي معنويات أكبر يعني، وبتخليه يعني هي رياضة للجسم كمان، وتخليه عنده جرأة ويعني، وإن شاء الله مزيد من التطورات. اليوم شاركي ببطولة الاتحاد الأولى لعام 2019، وإن شاء الله يعني التوفيق للكل، والكل بحقق اللي بده إياه يعني.